وحول التطورات الميدانية هناك انضم إلينا من تعز مراسل الإخبارية بلال الصبري. زميلي بلال، أهلا وسهلا بك، ما هي آخر التطورات لديك؟ بالنسبة للأوضاع الميدانية والتطورات الميدانية، هناك ثلاث محافظات تشهد اشتباكات ومعارك. نعم. وهي محافظة صنعاء بالتحديد منطقة نهم، إضافة إلى الحديدة، وكذلك إضافة إلى الضالع، وكذلك لحج. بالنسبة للضالع، هناك 7 قتلى من ميليشيا الحوثي في اشتباكات متقطعة دارت في منطقة مريس دامت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية التي تتمترس داخل مدينة دامت ويحاصرها الجيش الوطني من الجبال المطلة على هذه المدينة. إضافة إلى وصول تعزيزات حسب الجيش الوطني، تعزيزات للجيش الوطني من التحالف العربي بمدرعات وأطقم عسكرية. بالنسبة لمحافظة لحج، هي فيها معارك بشكل كبير بعد أن انقطعت منذ أسابيع. الجيش الوطني شن عملية كبيرة في محافظة لحج في منطقة القبيطة التي تعد حدود بين محافظة تعز وكذلك محافظة لحج. الجيش الوطني هناك حرر منطقة الكرب وكذلك مفرق الكعبين ومفرق جبل النبي شعيب، إضافة إلى أنه يسعى للتقدم إلى منطقة دياش. بهذه العملية الجيش الوطني يسعى إلى الوصول إلى الخط الرابط بين تعز ولحج لتحرير المنطقة الشرقية. بالنسبة لنهم صنعاء، مصرع العديد من القيادات الحوثية التي كانت قامت باجتماع مع القيادات الميدانية في نهم صنعاء، منهم زايد حازب، هذا هو القيادي والمشرف على منطقة نهم الذي قتل بغارة جوية، إضافة إلى العديد من القيادات. بالنسبة لمحافظة الحديدة، الميليشيا تقوم بتحركات وحشد مقاتليها على الرغم من الهدنة وعلى الرغم من وجود الفريق الأممي. حشدت الميليشيا وقامت بعمل سواتر وكذلك أسوار من الشباك الحديدية، إضافة إلى سواتر بالحاويات وكذلك بالأتربة وغيرها. هناك الكثير من الضحايا من المواطنين بألغام ميليشيا الحوثي في المنطقة الجنوبية من محافظة الحديدة. نعم شكرا لك مراسلنا من تعز بلال الصبري.